صلح اليوم وصفة خفيفة ولذيذة وسهلة، خلاص تعرفون آخر الأيام الواحد ما له خلق يتفنن مرة، بس الوصفة لذيذة وكلها فن وإبداع. بس بستخدم فيها البرجر الجاهز، تقدرين تسوين برجر أنت في البيت. اخترت لكم اليوم بنكهة الشواء، بما أن بنكهة الشواء في الصوص بحط فيه الباربيكيو عشان أعزز نكهة الشواء. بتحتاجين تورتيلا أو تورتيا، وبنسوي الصوص. أول شيء بنحضر الصوص لأن الزبدة كلها في الصوص. بالنسبة للبرجر بنات، تقلينه أو تشوينه، أنا بصراحة بدخله بالقلاية الهوائية وبريح نفسي، ببخة بخة زيت وعلى القلاية على طول وبريح نفسي. بنات حطيت أنا هنا وراح أقول لكم عن النسب، بس حابة إني أضيف له فلفل أسود. طبعا سويت ريليش بنات اللي هو المخلل الحلو، هذا مرة لذيذ مع البرجرات، مرة لذيذ، ألذ من المخلل العادي. تبين تحطين مخلل عادي عادي، هذا موجود في كل سوبر ماركت. طبعا هذه الشركة أفضل شركة، بس في شركات ثانية فريش لي ترى مرة كويسة، مرة مرة كويسة، يعني مو شوي كويسة، لا كثير كثير شركات صراحة في السوق كويسة، بس هذه يمكن الأصلية فتعتبر الأفضل. طيب بخلط مكونات الصوص كلها مع بعض لين تمتزج وأخليه على جنب. باخذ منه جزء للخلطة وجزء بخليه حق الشيبس أو البطاطس وكذا، وعادي تحفظينها بالثلاجة 3 أيام. بنات المطاعم دائما تسوي هذه النسب، 3 مايونيز، 2 كاتشب، 1 خردل. تمام، بعد كذا ضيفي إضافاتك، سيراتشا تبينه حار، صلصة فرنسية تبينه شوي حالي، رانش، هاني ماسترد، باربيكيو زي ما أنا ضفت الحين، يعني أنت تضيفين إضافاتك، بس النسب الثلاثة الأولى هي الأساسية. 3 2 1. شغلت القلاية الهوائية، حطيت عدد البرجر اللي تبين تسوينه، ما يحتاج تبخينه بس أنا ببخه، اللي هو ترى فيه نسبة شحم حلوة يعني. احتاج دوريتوس بنات ألذ، عرفتوا؟ بدخل القلاية بس أنتظرها تسخن، احتاج دقيقتين تسخن وبدخله. هذه القلاية سبق وقلت لكم أعلمكم، قلتولي إيه علمينا. طبعا تضغطين زر الأون وتطلع لك كل الخيارات، هذا أول واحد مانيوال، اللي بعده هو خلاص اختيار مانيوال يعني يدوي، اللي بعده الستيك، السمك، الدجاج، الخبز، المهم اللي تبين. أنا بختار المانيوال، فعندك هنا الحرارة وعندك هنا الزمن وعندك هنا 360 درجة، يعني قلاية هوائية الهواء متوزع بكل أنحاء القلاية. فأول شيء تختارينه هذا، هذا تختارينه مرتين، المرة الأولى بتعدلين من هنا بس عشان ما يعكس بنات. أنا دقيقة شوفوا كذا، فإذا اخترتي هذا شوفوا تحرك أول واحد اللي هو اللي فوق، فأنت تتحكمين فيه. كان مختار لي شيء من هنا فرجعت عدلت. هنا بنات 150 150، أنا أبيها تكون 190 مثلا عشان أو 200. وبالنسبة للسفلي تضغطين هذه مرة ثانية الحرارة وتختارين السفلي، أعلى شيء في 105. بعد كده تختارين الوقت، أبيه 12 دقيقة لأن 10 دقائق مثلا هو 7 دقائق تقريبا تكفي، بس أنا بشيكه بعد 7 دقائق، 12 دقيقة عشان يسخن. وعندي 360 وتضغطين زر الأون وخلاص سخناها. راح احطه تقريبا 7 دقائق 8 دقائق بشيكه، يعني لين يستوي. بنحضر باقي شوي تكه ويخلص البرجر، فقلت خلني اجهز هذا التورتية. فبحط من الصوص، وكوني كريمة وانت تحطين الصوص لان اللذاذة كلها في هذا الصوص، من كذا يصير جوسي. بحط شريحة طماطم، والله يعيننا على اللي يقول ما أبي طماطم. طب حتى أنا ما أكل طماطم يعني في البرجر عادي، إيش المشكلة؟ شوفوا هنا مجهزة كلهم، جهزتهم هذه بس عشان نصورها على ما يخلص البرجر. قلت لكم بياخذ 10 دقائق تقريبا، لا والله أخذ تقريبا حوالي ربع ساعة. خلصوا البرجرات ما شاء الله تبارك الله ولا أروع. بجيب الجبن نسيته، بحط شريحة جبن، بكسر لي كذا شوي بس من الدوريتوس، شيء بسيط كذا. بعد كذا
أنا أخذت واحدة وقطعتها مثلثات بهذا الشكل، وأبدأ أقفلها كذا بنات، عرفتوا؟ عشان تصير بشكل نجمة. طبعا ليش حطيت هذه؟ عشان ما يبقى هنا فراغ وأنا أقلي أو شيء تسيح علي. هذا منظرها، عدلتها شوي صار شكلها حلو. بكمل الباقي كله بعد كذا، يا بالحماصة يا على صاجة يا بالقلاية الهوائية يا بالفرن، بخت زيت وخلاص. هنا ما شاء الله تبارك الله خلصت. طبعا مسوية بس على قدنا خمسة، وبقطعها أصلا كل واحدة نص، فكفاية وبزيادة بعد بزيد للسحور. بس ولا أسهل ولا ألذ، صدقوني بتعجبهم، بيطلبونها كل يوم. الصوص سويت كمية لأني عارفة أن بيقولون سوي مرة ثانية، أو هم بيسوون لحالهم. هنا بنات راح أحطها أنا بالشواية عشان أسرع لي صراحة، لأن عندي أكثر من شيء أسويه في نفس الوقت، فبحط ثنتين في الوحدة. ونقفلها، نبخها بخاخ طبعا. نقفلها ب قطعة زي هذه، نضغطها. هذه بنات قطعتها تشهي. نقطع واحدة معاكم، السكين أفضل ما تكون مشرشرة طبعا. يا سلام.